عبر الهاتف معي من بغداد دكتور اللواء الركن المتقاعد عماد علو الخبير شؤون العسكرية والاستراتيجية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة اللواء. إذا أحياء مهمة قرب الموصل القديمة تم تحريرها من قبل القوات العراقية، هل ممكن أن نتحدث أكثر عن أهمية هذه الأحياء العسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي ولمشاهديك الكرام. أهلا وسهلا. هذه الأحياء هي تقع قريبة من الساحل الغربي لنهر دجلة أو من نهر دجلة، وبالتالي تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ووصول قوات الفرقة التاسعة إلى الجسر الخامس يقطع أي تواصل لعناصر تنظيم داعش داخل المدينة القديمة مع نهر دجلة، وبالتالي تكون المدينة القديمة أو مناطق أو ما تبقى من المدينة القديمة بقبضة تنظيم داعش معزولة تماما ومطوقة من كافة الجهات. هذا سيشعر عناصر تنظيم داعش بأن نهايتهم قد اقتربت وأنهم لا مخرج لهم بأي اتجاه. كانوا يأملون سابقا أنه ممكن أن ينسحبوا عن طريق النهر، اليوم لن يعد هذا المخرج متاحا أمام من تبقى من عناصر تنظيم داعش وهم لا يتجاوزون ال 300 إلى 350 شخص داخل المدينة القديمة. لا يتجاوز العدد 350. نعم. طيب ماذا عن المدنيين؟ طبعا تتابعون أحوالهم، من أولوياتكم كان من ضمن التأخير كما ربما وصفه البعض بتقدم القوات العراقية الحفاظ على أرواح المدنيين، كيف هو وضعهم؟ يعني احتجاز المدنيين من قبل عناصر تنظيم داعش واستخدامهم كدروع بشرية دفعهم إلى غلق كافة الشوارع والأزقة بالعجلات المحطمة وبما أفرزته أو ببقايا الدول المهدمة، ويحاول تنظيم داعش تفخيخ هذه المناطق والشوارع بالعبوات الناشفة فضلا عن استخدام الأحزمة الناشفة والعجلات المفخخة بصورة كلما تفتح له فرصة لذلك. لهذا تحرص القوات المحررة على يعني تأمين مناطق وممرات آمنة لإخراج العوائل والمدنيين المحاصرين داخل هذه الأزقة، وقد نجحت بالفعل في إخراج العديد من العوائل والمواطنين المدنيين الذين كانوا محاصرين داخل المدينة، وتستمر هذه القوات بإخراجهم نقلهم إلى مناطق قريبة تتحرك بها العجلات، لأن التقدم داخل المدينة القديمة هو تقدم راجل أي على الأرجل دون استخدام العجلات لصعوبة حركة هذه العجلات، وبالتالي نقلهم يكون أيضا صعب لتعرضهم لقنص من قبل عناصر تنظيم داعش، ومن ثم نقلهم إلى مناطق بعيدة عن مناطق الاشتباك حتى يصلون إلى معسكرات الإيواء. وتتوقعون دعما أكبر أو تقدم أسرع ربما بالأيام القليلة المقبلة بعد زيارة رئيس الوزراء للسعودية والتأكيد على اتفاق الاثنين على تجفيف منابع الإرهاب والتصدي الكامل لداعش، سنرى انعكاسا لهذا في معارككم؟ نعم بالتأكيد، يعني كل تعاون إقليمي، كل تعاون مع الدول المجاورة وفي إطار التحالف الدولي هو يشكل دعم لقواتنا المسلحة التي تخوض هذه الحرب نيابة عن العالم ضد هذا التنظيم الإرهابي المجرم. هذا أيضا يصب في اتجاه رفع معنويات القوات التي فضلا عن رفع معنويات الجبهة الداخلية للشعب العراقي الذي يشعر أنه كان معزولا في السابق. اليوم الشعب العراقي يشعر أن هناك دعم من قبل إخوانه وأشقائه في الوطن العربي، وهذا أيضا يساعد على تعزيز إرادة القتال لدى المقاتلين والقوات المسلحة العراقية بمختلف مسمياتها. صحيح، يعني تأثير معنوي ليس فقط عسكري ومادي. شكرا لك من بغداد دكتور لواء الركن المتقاعد عماد علو الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.